ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يعني يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بيحشر الخلق. كلمة الحشر عن الجمع، يعني بيجمع الخلق، الخلق كلهم يا أخوانا من أول آدم عليه السلام إلى آخر واحد في أمة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم هيجمعون ويحاسبون في أرض اسمها أرض المحشر، يعني الأرض اللي بيتجمعوا فيها، وهي أرض هتلاقيها أرض يعني ما فيهاش ارتفاعات وانخفاضات. ليه؟ وسيرت الجبال فكانت سرابا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ده الأرض مستوية أو قريبة من ذلك يعني. المهم مشهد مهيب جدا، لكن من هذه الأسئلة التي توجه للكافرين على سبيل التوبيخ والتقريع، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. أين شركاؤكم اللي أنتوا زعمتم أنهم شركاء لله في العبادة؟ فينهم؟ فينهم عشان ينصرونكم ويحمونكم من العذاب ويشفعون لكم كما ادعيتم؟ طبعا السؤال ده نوع من التعذيب، لأنه نوع من التبكيت والتوبيخ الشديد. فين الآلهة دي؟ شو انت قلتوا الآلهة دي البدوي والحسين دول يشفعون عند ربنا؟ هاتوهم. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ لأن برضو الكفار، كفار مكة، كانوا قالوا الأصنام دي تشفع لنا عند ربنا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون ليه بتعبدوا الأصنام؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى هم اتخذوهم شفعاء، زي ما النهاردة كتير من الناس بيتخذ الأولياء شفعاء، نفس الفكرة. فكل من أشرك في عبادة الله يقال له هذا التقريع، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟